أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج، وصحتك في أكلتك وفي طبقك وفي مطبخك. كل الكلام ده بنشوفه وبنطبقه يوم الحد من كل أسبوع، بنخلي الأكل صحي ولكن بالطريقة اللي هي المعتادة بنسبة 80-90%. الطبق اللي بنعمله بتبقى فيه كل العناصر الغذائية اللي احنا عايزينها ولكن بطريقة صحية. زي مثلا النهاردة هنعمل طاجن الخضار بالدجاج. دجاج صدور فرخة سليمة، بنشيل الجلد بتاعها طالما ان احنا بنعمل اكل صحي عشان نتخلص من الدهون. ومعانا تشكيلة من الخضار من خير ارضنا، اذا كان بطاطس، كوسة، بتنجان، كل انواع الخضار اللي موجودة عندك. وطبعا يتقدمهم في المرتبة الاولى البصل والثوم اللي هي الدرنيات المفيدة جدا اللي بتخلصنا من الكوليسترول. معانا كمان المانجا وهي السناد مغرقة السوق بحلاوتها وبسكرها. وطبعا المانجا بتاعتنا المصرية مش موجود زيها في كل أنحاء العالم غير في مصر بس أم الدنيا. المانجا النهاردة هنعملها سموزي، هنعملها بطعم النعناع، هنشوف نعملها ازاي، وتاخد فليفر من الليمون هتتحول لمكان تاني مع قليل من السكر. ولكن للأمانة المانجا بتاعتنا مش محتاجة سكر، هي كده كده طعمها سكر. معانا سلطة النهاردة لطيفة وجميلة، سلطة الخس بالشوفان، هنضيف لها التفاح الأخضر مع خل التفاح. السلطة دي تحرق الكوليسترول، فيها التفاح الأخضر وطبعا هو بيكون موجود في السلطة مع خل التفاح نسبة قليلة، وعصير الليمون والشوفان طبعا اللي هو بيتصدر القائمة الأولى في العيادات التغذية. أي دكتور تغذية يقول لك كل شوفان مع حليب، كل شوفان مع سلطة، تعالوا نستخدم الشوفان أو حبوب الشوفان في حاجات كتيرة هنشوفها مع بعض النهاردة. مش عايز أطول حضراتكم نظري، خلونا نشتغل عملي، نعمل الأكل بتاعنا ونشوف التفاصيل والمعلومة الغير معلومة في الحلقة بتاعتنا النهاردة. والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج. نعمل طبق سلطة لطيف وجميل، ودايما بقول طبق السلطة أو لما بنيجي نعمل سلطة فرصة ليكي تبيني حبك وعشقك للمطبخ دي أولا، ثانيا حبك لضيوفك وإن هم بيتغدوا عندك النهاردة، لأن في تقطيع الخضار بيبان الحب، في رسمة الطبق بيبان الحب، في تقديمك للطبق بيبان الحب، اختيارك لأنواع الخضار اللي بتستخدميها لطبق السلطة بيبان الحب. بجد يا شيف، أو والله العظيم هاتي كده طبق السلطة واعملي عليه وردة، تقطيعة الخضار، الجرنش، البرزنتيشن بتاع الطبق، بنقول إن الست دي بتحب الضيوف وحابة إن هي تخش المطبخ تعمل الأكل. عكس ما تبقى الطماطمية حتة كبيرة وحتة صغيرة، والبصلية كبيرة حتة كبيرة وحتة صغيرة، التفاصيل دي مش بحبها. تعالوا شوفوا سلطة الخس بالتفاح، مقاديرها على الشاشة. خس كابوتشا، لأن الخس البلدي مش الموسم بتاعه دلوقتي، وإذا البلدي موجود يبقى هو أفضل حاجة. ومعانا تفاح أخضر أو أصفر الجميل ده، المهم ما يكونش أحمر. معانا خل التفاح، تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض إزاي. معانا فص ثوم مفروم ناعم، ومعلقة سكر، وشوية زيت زيتون، وعصير حامض. لما بقول عصير حامض يعني عصير ليمون. حلو، تعالوا نعمل الأول الدريسنج بتاع السلطة أو الصوص بتاع السلطة أو الصلصة بتاعت السلطة اللي احنا هنعملها ونتبل بيها السلطة. أول حاجة بجيب بولة زي دي كده، بحط فيها الليمون. الليمون يعني فيتامين سي، حاجة حلوة. بحط على الليمون ده شوية سكر، فص توم، والتوم يكون مفروم ناعم، معلقة خل التفاح. من فوائد خل التفاح بيخفض الكوليسترول اللي موجود في الدم، وطبعا مفيد جدا بس ما نكترش منه. ولازم لما ناكل طبق السلطه اللي فيه خل، عموما خل التفاح خل ابيض، انواع الخل كلها وانواع الحمضيات كلها بتخشش على معده فاضيه، يعني ما اصحاش الصبح على معده فاضيه اشرب عصير برتقال الا اذا كانت صحتنا بومب ومفيش مشكله. بس النصيحه طالما المعده فيها خاويه الحمضيات دي بتاثر عليها فيما بعد، فلازم تكون المعده فيها اكل. حلو الكلام، وخاصة التفاح اللي هو خل التفاح. حطينا الخل وحطينا التفاح وعصير الليمون، نبدأ نحط زيت الزيتون. حلو، زيت الزيتون دي كمية معقولة يعني مفيش أي مشكلة. وللأمانة برشة فلفل أسود. طبعا الفراخ عندنا في الفرن بتستوي،
شفت ترتيب شغلك ازاي في المطبخ؟ عشان الجو حر مش مطلوب ان احنا نقف في المطبخ كتير. ورشه زعتر للامانه كده. الخليط بتاعي جاهز. اخليه على جنب واجيب السلطه بتاعتي. الطبق التقديم اهوت معانا خس، خس لطيف الحلو ده كده. باخد الخسايه الحلوه اعمل منها جرنش في الطبق شكل كده الاول، تبقى دايما قلب الخصايه بالشكل ده كده. وناخد بقيه الخس نقطعه، خليهم دول كده زي ما هم سلام اهو. شفت الطريقه ديت اهو، اهو في كده. وناخد الخس ده، خس الكابوتشا ده ما بيحبش امشي السكينه عليه. ليه بقى؟ بيتقطع كده لانه ما بيستحملش لا ليمون ولا خل. شفت التقطيعه دي بايدك كده، مش لازم سكينه. الله، صوت الخس وهو بيتقطع لطيف وجميل. بتعملي طبق السلطه فيه خس وجرجير، فيه ورقيات، ما تنزليش بالصلصه بتاعه التتبيله عليها الا وقت ما نقعد على السفره، لان طبيعي ان تلاقي الخس ده ايه شكله اتغير كده. الخس جاهز معانا. التفاح الجميل ده اول حاجه بعملها. الله، واشيل كده البذر اللي جوه ده كده. انا للامانه ما بحبش اقشر التفاح لا الاخضر ولا الاحمر. علل ولماذا؟ بستفيد بالقشره بتاعت التفاح. قشره التفاح فيها الياف مفيده جدا. التفاح معانا زي الفل، بنقطعه كده شرايح. يا نعم يا ست الكل. هناخد التفاح اهو زي الفل اهو. والحمد لله لما بنشوف كلمة حلوة على السوشيال ميديا بمثابة ان احنا بتدينا طاقة ايجابية. يعني ما بنعمل الكشري، وكنت امبارح عامل السجق بتاعنا الحلو، جبت ربع كيلو سجق من الجزار حبيبنا وعملته لطيف وجميل، شفناه مع بعض ازاي اهو. عملناها فاهيتا، هو البصل من التلاجة ومفيش حاجة غريبة. يعني الحاجات اللي بستخدمها دي في اي مطبخ في اي بيت في اي مكان. التفاحتين هما زي الفل، بسم الله ما شاء الله، ربنا مبارك فيهم على الكاونتر. شفت ايه؟ هرم من التفاحة، قطعته بالشكل ده كده. طبعا لو سبت التفاح ده واتشغلت بالتليفون ولا شفت الواتساب ولا قعدت ثانية على التليفون هتلاقي التفاح ده اسود. نعمل ايه؟ هي دي بقى المعلومة الغير معلومة اللي انا عايز اوصلها لحضراتكم. التفاح معايا، اعمل ايه علشان ما اوصلش للشكل اللي ما يرضينيش؟ بجيب كسرولة كده او بايركس ازاز يعني، وباخد التفاح ده كده في قلبيها. بص بقى معايا ست الكل، والسلطه دي عايز اتبلها، باخد من الدرسنج اللي موجود عندي ده كده اهو، عمره ما يسود لان ده فيه ليمون وفيه زيت وفيه خل، لان التفاح غني بالاكسده زيه زي البتنجان زي الموز اهو، بيسود على طول اهو. التفاح يقعد معاك اسبوع بالشكل ده كده. عايزه تحطيه في الثلاجه حطيه، عايزه تخليه كده لغايه لما نتجمع كلنا على خير على سفره حلوه ونبدا نحط على وش السلطه. اهلا وسهلا اهو، تفاح حتى لونه بيض سبحان الله اهو اهو. شفت التفاح وجماله اهو، عمره ما يسود منك اهو. هناخد التفاح ده كده نرصه كده بالشكل الحلو ده كده على وش الخس اهو. والله بقى عندك، دورت في قلب التلاجة لقيت شوية عين جمل كده، دخلت المطبخ الفرنسي وعملت سلطة جميلة، سلطة السيزر اهو. حاضر، افتح الفرن دلوقتي ونشوف الحاجات اللي فيه. الخيار بالشكل ده كده برضه بتبله كده اهو. شفت السلطة لطيفة اهي، حلو. عايزة تاكلي خيار من السلطة هتاكلي، تاكلي من السلطة التفاح ده هتاكلي اهو. طبعا هنا الخس تحت بالشكل ده كده. حاجة لطيفة وجميلة وفي نفس الوقت كمان بطريقة صحية. والله يا طبق السلطة دي عايزة تجيبي صدر فرخة تشويه وتقطعيه على وشها، اهلا وسهلا، برضو ده تجويد. عايزه تحط شويه عين جمل وتقدمي معاها البقسماط تبقى لطيفه. معايا بصلايه حلوه زي دي كده. الله عليك يا عم الشيف، انا بحب البصل اللي هو الاحمر ده كده، موجود في اي سوبر ماركت على فكره. باخدها زي ما هي كده. الله، ما تتغسلش.
قطعها كده. الله، قطعها شرايح دلوقتي لطيفه. شفت البصلايه؟ تتاكل زي ما هي. على فكره ده مش حامي قوي البصل ده، ملوش ريحه زي البصل التاني، ويفضل استخدامه دايما في طبق السلطه. بحطهم على بعض كده واقطعهم جوليان بالشكل ده كده. برضه هنحطهم في الصوص اللي انا عامله ده كده، اللي هو الخل والليمون وزيت الزيتون مع الثوم، ونحطهم على وش السلطه نجرنش بيه طبق السلطه بتاعنا. الله، يلا يا عم الشيف. شفت ازاي البصلايه دي بقى تخليك تاكل الطبق السلطه ده كله؟ خلاص راحت في حته تانية خالص، مع خل التفاح مع زيت الزيتون مع الليمون. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ قولي لي بقى التكلفه هنا كام؟ ثلاثه تعريفه، خاصيه كابوتش، معانا حبايه تفاح حلوه، خيارايه من الثلاجه، وننزل الصوص ده كده على وش السلطه، وده اختياري برضو. ممكن نكتفي باللي احنا عملناه بألف هنا وشفا. سلطه لطيفه وجميله، صحيه صحيه، مكوناتها بتتكلم عن نفسها. طيب عايزين نعمل دلوقتي نطلع فاصل، نطلع فاصل، هنطلع فاصل بتاعنا، ونرجع بعد الفاصل نشوف صينيه الدجاج بالخضار على طريقه المدرسه المغازيه سهله البسيطه، ونشوف عملناها ازاي. وهنرجع لطبعا عصير او سموزي المانجا بالنعناع والليمون، لطيفه وجميله في ايام الحر. ولكن قبل الفاصل معلش للامانه، رشه الشوفان اللي على السلطه اللي هي مكتوبه في المقادير، شفت الحلاوه دي بقى؟ شفت الجمال ده؟ دي البصمه. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ودايما اقول طبق السلطه علامه من العلامات ومعطيات وبرهان انك بتحب ضيوفك وبتحب تخش المطبخ، في طريقه التقديم، في طريقه التقطيع، في الصوره الحلوه اللي احنا شايفينها على الشاشه، الورده الحلوه اللي بهديها لكل مشاهديني اللي بيتابعوني على قناه الاولى المصريه والفضائيه المصريه. طيب الخضار فين يا عم الشيف والدجاج؟ خلينا في المهم. سموز المانجا هنزينه دلوقتي بورقتين نعناع اخضر حلوين، ممكن بسلايز من الليمون حسب الرغبه. صينيه الفراخ بالدجاج لطيفه وجميله، شفنا المدرسه بسيطه وسهله. نفس الصينيه اللي حطينا فيها الخضار حطينا فيها الدجاج ودخلناها الفرن، بس اهم حاجه تكون مجهزه الشعله بتاعه الفرن. الصوره حلوه كده مخرجنا زي الفل تمام. وعملنا سلطه بصراحه فيها كل التفاصيل، اذا كانت التفاحه والخيار او الشوفان والخس بتاعنا الجميل، يعني السلطه دي لوحدها وجبه لطيفه وجميله مع عصير المانجا اصبحت حاجه زي الفل. النهارده الحد زي ما قلنا لحضراتكم، دايما بننتظر من الشيف المغازي نفتح الثلاجه واللي موجود فيها بنطلعه ونعمله اكل صحي، ما بكلفكيش حاجه، هي الموجود هنعمله بطريقه اكل صحي. ولكن المدرسه المغازيه بتقول ايه؟ بتقول كل المكونات نهرب من الدهون، اذا كان زبده سمنه بلدي تاخد اجازه النهارده، الزبده تحط ما اسجدش لا جنب الزبده ولا السمنه، هو كل استخدامي مع معلقتين زيت زيتون. انت ممكن تستخدم اي نوع زيت عادي مفيش اي مشكله، ولكن الطريقه نفسها طريقه لطيفه وجميله بعيد عن المقليات او الحاجات اللي فيها سمنه او الكريمات والحاجات اللي احنا كلنا عارفينها. رؤيه فن ابداع، بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.